السلام عليكم، معكم علي وويرتي جيمنج. طبعا اليوم راح نسوي لكم تحديات فورتنايت اسبوع الصفر. فقبل ما نبدا لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، وبس خلونا نبدا. اوكي، المهمه الاولى: اسقط خشب صنوبر وازعج لاميت شاريدها في مواجهه واحده. طبعا لازم تسقطون خشب صنوبر وجلاميت في كم واحد. المهم الثانية: ارقص في سفينة الشعلة وسفينة الانطاف الانطاف وتأمين لا التعرق. طبعا ترقص وتركز في كافة الاحتفالات، وتركز عند تلتت وسطها جنب البالون، وترقص عند السفينة في اسم البحيرة اللامعة. والمهم الثالث: استخدم رشاش الزئبق على الهيكل والجزء خلال 5 ثواني. شلون يعني تتحول هالشكل؟ يعني ما شلون شكله، تمشي على الجدران خفف خلال 5 ثواني. والمهمة الرابعة: انشر خندقا محصنا متنقلا في موقع معين. طبعا المكان مبين في الصورة، لازم تروحن فيه. المهمة الخامسة: اشتر من آلة علاج، يعني تشتري اي شي، مينيز ولا بانج ولا فيك، وبس تستفيد منه تسوي المهمة. قم بتصفية لاعب من الأعداء يقضون 5 ثواني من الركض وانت مغطى بالزئبق. تعرف ذات الشكل المتحول فيه، هذا هو لازم تغطى دون تقتله. المهمة السابعة والأخيرة: طور أسلحة الزئبق متطورة عن طريق لحق الضرر. يعني شوف كيف الدمج سلاح الزئبق تطور، يعني مثل السلاح اللي قدامك لازم تقتله عشان يستوي 1 و2 إلى 5. وبس هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وبس ومع السلامة.